ده معناه ان هيكون الاسبوع المقبل ان شاء الله هنا من داخل سوق السيدة عائشة معانا مقتنيات اخرى غريبة ان شاء الله باذن الله. هنعرض عليكم مقتنيات اغرب من كده كمان وهنوريها لكم. اه بس وكلها من التراث القديم. الناس اللي لسه داخله في البث دلوقتي تسالك ايه ده، فانت يعني وضح لنا اكتر معلش. ده ميزان اسمه ميزان الرحله. اه وكان بيستخدم ابتداء من العصور القديمه من عصر الفراعنه علشان خاطر يقدروا ان هم يعادلوا المقايده ما بين القمح وما بين اي منتج تاني ما بين الشعير، لحد لما ابتدوا ان هم يصنعوا المكاييل. المكاييل دي اللي هي الله ينور عليك الرطل والاردب والقنصه للفضه والذهب او الجرام اللي استخدموه بعد كده. وطبعا دوت بيرجع يعني الشكل اللي انا بوريه لكم دوت بيرجع للعصور القديمه يكاد من عصر المماليك. ده يخليني اسالك مميزات الميزان ده ايه؟ الميزان ده او اقول مميزات الميزان ده ان هو حساس جدا 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 وغير قابل للسرقه نهائيا. يعني كلمه حساس بمعنى دقيق في الوزن جدا. شايف حضرتك العلامه المؤشر؟ اه طالما وقفت في النص عندي انا عندي كيلتين قد بعض، ده اسمه المكيال، المكيال قد بعض. ايوه انا كده تمام مظبوط. يبقى كده انا اشفيت او انا ابرأت ذمتي من ان انا عندي اي سرقه في ميزاني. تمام، ببدا ان انا اعادل بقى، زي ان انا هحط هنا شيء واعادل قصاده شيء تاني لحد لما يتوازن معايا، انا كده عملت المعايده بتاعتي. او لو هستبدل بموازين وقصادها المنتج اللي انا بشتريه، وطبعا كل حجم لحجم معين، يعني كل حجم الميزان معين، يعني ده ما يشيلش 5 كيلو لكن ده ممكن يشيل 5 كيلو لو مواد صلبه. تمام، ده ممكن يشيل معاك لحد 100 جرام. الكبير ده بكام؟ الكبير ده عامل 300 جنيه. والصغير ده؟ والصغير ده 150 جنيه. 150 تمام. ده يشيل لحد كام؟ ده يشيل معاك لحد 100 150 جرام. طب خلينا بقى نسالك السؤال. لا يا ابويا ده مغناطيس. خلينا بقى نسالك تجربة على الهواء. يعمل له تجربه على الهواء ونشوف ده نحاس ولا لا. يلا بينا وريني. اهو ده مغناطيس اهو. ده مغناطيس مش بنشوفه. ما بيكذبش الخيط. لو حطيناه على المسمار بتاع النص ده صلب. بص هيكذب. طب لو حبيت ان انا احطه هنا مش هيكذب. مفيش خلاص. طب حبيت امسك بيه القاعده من تحت برضه نفس القصه. ما بتنجذبش. تمام، ده بيبين لنا المعدن. وطبعا بقى يعني زائد الحاجات الباقيه اللي التجار عارفينها. في ناس بتستخدم مبرد تبدا ان هي تحك بيه المعدن عشان تعرف، كل واحد على حسب خبرته. بس انت ميه الكذاب دي هي اللي مريحاك بتجيب من الايه طبعا. طب انت معاك ميه الكذاب دي ممكن نشوفها حاليا؟ للاسف النهارده يعني انا مش معايا، يعني انا كانت معايا وفي ناس استلفوها مني بيشتروا يعني. تمام، هتكون متواجده معاك ان شاء الله السوق اللي جاي هتكون موجوده ونعمل كمان تجربه عليها. مين بقى بيجي يشتري الحاجات دي؟ عايزين نعرف زباينك. هاويين الانتيكات فقط، مفيش واحد مش هاوي هيشتري حاجه زي دي، لان خلي بالك الحقبه بتاعت العشر سنين اللي فاتوا دمرت تجاره الانتيكه في مصر بسبب عدم الوعي، بسبب عدم الثقافه، بسبب عدم المهتمين بالامر نفسه. أيوة. ان هم يهتموا بالتراث، ان هم يهتموا بالشيء القديم. اصبح ان المودرن والشغل الصيني اللي نازل دمر الشغل القديم وهدى تجارته، لكن مازال محترفينه ومختصينه بيشتروا. محتفظين زي ما هم بنفسهم، وبينزلوا وبيسعوا وبيدوروا وبياخدوا ارقامنا وبيتابعونا لو في شيء جديد. المهتم بالشيء فعلا بيدور على اللي بيجمعه او على اللي مهتم بيه زيه، لان خلي بالك انا برضو ما بشوفش انتيكات كل يوم، فما بلاقي حاجه انا ممكن الاقي حاجه في وسط خرده لا هاخدها لمعها وانضفها وارجعها لوضعها تاني. مش باصص لهامش الربح اللي هكسبه على قد ما انا باصص اني حييت ايه؟ تراث. جمعت الموضوع. تمام، ممكن بقى نتكلم على الكاس ده، يعني احنا شايفين مع الميزان في كاس انت بتقدمه. هو الكاس قديم شويه. الحاجات طبعا تراث بقى، احنا بنتكلم على انها تراث بيقدم داخل سوق السيده عائشة. ده برضه